لم ترصد في مصر جريمة واحدة أثناء حرب أكتوبر، زي ما كان في التقرير وكان في يعني استذكار لحاجات كتير، لكن يعني استوقفتني الجزئية دي ودايما كل سنة بنفتكرها، وقد إيه كانت الروح المصرية في أيام حرب أكتوبر. يعني عندما تكون الدول في حروب بيكون هناك بعض، مش عايز أقول انفلات، لكن بتكون الأمور مش تحت السيطرة بطريقة كاملة، لكن الشعب المصري شعب أصيل جدا، ومن بعد 67 وقف في ظهر جيشه لتحقيق هدف واحد بس، هو تحقيق النصر والثأر لما حدث في 67. الكثير من الذكريات اللي احنا لسه في إطارها النهاردة وبنفتكرها في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومعانا اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء أهلا بيك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا، كل سنه ومصر كلها طيبه وكل الدول العربيه طيبه وبخير، يعني ونصر لينا كلنا الحمد لله. الحمد لله. احنا النهارده بنفتكر مع بعض ذكريات اكتوبر، ولما يكون معانا احد ابطال اكتوبر يبقى لازم نساله عن ذكرياته في هذا النصر العظيم. والحقيقه يعني انا الحقيقه اتخرجت بعد الحرب، يعني اللي دخلنا الكليه الجويه او الكليات العسكريه انا وزملائي ان احنا عشنا من بعد 67، كنا واعيين للمحنه الضخمه اللي حصلت، وعشنا اجواء انتصار اكتوبر، وده اللي دخلنا يعني الكليات العسكريه يمكن بعد حرب اكتوبر. الحقيقه انا عايز اقول ان جيل اكتوبر ده جيل عظيم، عمل ثلاث بطولات رئيسيه. البطوله الاولى وهي اعداد القوات المسلحه للحرب، وزي ما حضرتك قلت هو اللي اعد الدوله للحرب الجيش والشعب، يمكن لان بالحرب كنت مسلحه، لكن كان في اعداد كامل للدوله المصريه وتحويل المحنه الكبيره جدا اللي حصلت الى نصر عظيم، وده اشترك فيه كل الدوله والمدنيين والعسكريين. البطوله الثانيه الحقيقه اللي هي اكتوبر 73 والنصر العظيم اللي بيدرس في كل الاكاديميات العسكريه الاجنبيه، ويعني رفع راس العرب جميعا حتى الان ومستقبلا ان شاء الله. البطوله الثالثه دي يمكن ما حدش شافها غير يعني ناس مش كتيره، ومعظمهم طبعا اللي ماتوا كلهم داخل القوات المسلحه، وان جيل اكتوبر نقل خبرته بكل الحب والاحترام والاحتراف العسكري للاجيال اللي وراه. وانا كنت من هذا الجيل اللي تلقى التدريب على ايدي ابطال اكتوبر، وده اللي بيخلي القوات المسلحه فيها هذه الروح وهذه المنهجية، ونقل الخبرة العسكرية باحتراف شديد إلى الأجيال جيل ورا جيل، وده اللي بيخلي القوات المسلحة بتشكل قوة ردع يعني عالية مؤثرة ليها تصنيف عالمي، يخلينا إن النجم الساطع الأخير ده 34 دولة جايين يتدربوا معانا. يعني ده الحقيقة يعني درع وسيف، يعني كان أبلغ كلمة قالها الرئيس السادات بطل الحرب والسلام. نصر أكتوبر مليء بالرسائل، يعني إذا تكلمنا عن التحدي، إذا تكلمنا عن اصطفاف الشعب في ظهر جيشه، إذا تكلمنا عن قهر كل ما هو مستحيل في علم الحروب والعلم العسكري، وكلها رسائل مستمدة وتصلح لكل الأجيال. كلام حضرتك مظبوط تماما، تصلح لكل الاجيال. انا ابدا من النقطه دي ان كانت المحنه ضخمه جدا بعد 67، يعني واعداد الدوله للحرب، وانا يمكن بتكلم بمصطلح صحيح هو اعداد الدوله للحرب وليس فقط اعداد القوات المسلحه، كان مسؤوليه المصريين سواء مدنيين وعسكريين، وده كان بيعد اثناء ايه، اثناء حرب مهمه جدا وهي حرب الاستنزاف اللي ما بين 67 و73، كان في حرب ما خدتش حقها شويه في التنويه عنها والانتصارات والبطولات اللي حصلت فيها، لكن مصر كانت او المصريين في هذا الوقت كانوا بيعدوا الدوله الحرب وهم بيحاربوا، ودي نقطه مهمه لازم نعرفها. والحقيقه اهم ما في هذا الموضوع ان ما انكسرتش اراده المصريين بعد 67. الهزيمه بتحصل لما اراده الانسان تنكسر، لكن كانت النقطه دي، ودي اللي انا عايز انقلها بقى لكل الاجيال،
ان اوعى حد يكسرك واوعى حد يكسر الاراده اللي جواك، لان دي بتبقى بدايه الهزيمه. هنواجه محن كتيره وده امر طبيعي، والدول كلها بتواجه محن كتيره وتهديدات وتحديات. اوعى تنكسر، لان الانكسار هو بدايه الهزيمه، والصمود والتصدي والبحث عن حلول للمشاكل والتحديات هو بدايه النصر. فدي اول رساله. ثاني رساله، ابحث دايما عن حلول غير تقليديه لاي مشكله، ودي اللي حصل في اكتوبر. تخيل يعني، حد مثال بسيط، الساتر الترابي، وكان احد الخطوط الدفاعيه قناه السويس، الساتر الترابي خط بريد، كان محتاج قنابل ذريه تكتيكيه عشان يتفتح ثغرات. حل غير تقليدي بمضخات ميه لها مواصفات خاصه بحسابات دقيقه، يتفتح فتحات في الساتر الترابي. حل غير تقليدي ابهر العالم كله. فدايما ابحث عن حلول غير تقليديه للمشاكل بالغه التعقيد هتلاقيها، ودي الحقيقه طبيعتنا كمصريين. يمكن اخر نقطه، التحديات مش هتنتهي. ولو بصيت التحديات اللي كانت موجوده قبل 73 اضخم بكثير جدا والله، وحجر من المشاكل والسلع التموينيه كانت اضخم بكثير جدا من الموجود دلوقتي. طبيعه الدول انها بتواجه تحديات، فدايما احنا شعب لا يستسلم. في نقطه بس عايز اقف عندها سياده اللواء، وهي مساله ويمكن اشار ليها السيد الرئيس النهارده، الهزيمه بتكون هزيمه لما بنقبلها، بنقبل ان هي هزيمه. أيوة. واعتقد ان مش عارف في التاريخ العسكري ان شعب او دوله بتنتفض بعد هزيمه في معركه بايام وتنتصر في معركه زي معركه راس العش. هل ده موجود في الاكاديميه بتدرسوه؟ موجود قبل كده؟ لا، يعني في العالم كله هتلاقي من الحالات النادره ان على فكره كان في بطولات 67، يعني رغم ان احنا كان في هزيمه، الا ان اديك مثال، ان كان في المطارات اتضربت والطيارات اتضربت على الارض. في طيارين طلعوا على جزء من الممر بعد ما اتضربوا واشتبكوا. في معركه راس العيش في تدمير المدمره ايلات بلانش صواريخ، ودي سابقه غيرت المفاهيم كثيره في تاريخ البحريه والمعارك البحريه في العالم. يعني الموضوع كان مليان بطولات بدءا من 67 نفسها، مرورا بحرب الاستنزاف وانتهى ب 73. مقوله صحيحه تماما، الهزيمه تبدا من انكسار الانسان وعدم قدرته على المقاومه والوقوف مره اخرى. والشعب المصري الشعب المصري لن يقبل هزيمه في اي حرب من اي نوع. سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه، انا بشكرك جدا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والمصريين كلهم بخير.